أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في لقاء جديد من المصدر الإسلامي لمقاومة التنصير لمتابعة قضية الأخت الأسيرة المسلمة كمالية شحاتة زاخر التي أسلمت ورفض الأزهر توثيق إسلامها وتم إتقان القبض عليها وتسليمها إلى الكنيسة. اليوم معنا فارس هذه القصة وهو أخونا الشيخ الفاضل المحترم الشيخ أبو يحيى. حياك الله الشيخ. جزاك الله، بارك الله فيك. الله يبارك في حضرتك. الشيخ أبو يحيى يعني نعرفه من سنوات، هو له باع في الدعوة وباع في مقارنة الأديان، وقدر الله له أن يكون هو فارس هذه القصة. الأخ أبو يحيى صاحب الأخت كاملة في قصة إسلامها وفي قصة إشارها إلى أن تم إلقاء القبض عليها. ناس الله أجل أن يفك أسرها. اليوم ينفرد المرصد الإسلامي بمقاومة التنصير بحوار مع الشيخ أبو يحيى بعد أن فك الله أسره من الاعتقال الذي كان فيه لأكثر من 20 يوم بسبب مساعدته لهذه الأخت. اليوم نحن معه في لقاء حصري يوضح لنا ملابسات القضية، ظروف الموقف اللي حصل، يوضح لنا حقيقة ما قيل وما يقال عن كونها خلافات أسرية بينها وبين زوجها، عن أن الأخت لم تكن مسلمة وأن هناك كانت هناك علاقة عاطفية أو مشاكل زوجية إلى غير ذلك. الأول شيخ أبو يحيى اسمح لي بس نعرف المشاهدين بحضرتك، يعني أنا حضرتك من سنوات وحضرتك لك فضل لا ينكر، لكن المشاهدين يسمعوا حضرتك. الله يبارك فيك. أنا أخوك أبو يحيى الصرماني. الاسم الحقيقي مفتاح محمد فاضل. انا من منيا من صملوط. يعني مهتم شويه بمساله يعني بحث في الاديان. و حضرتك ليك كتاب في الموضوع، ليك كتاب او ليك عدة كتابات، لكن انا اشهرها هو كتاب المخرس في الرد على القس المفلس زكريا بطرس، وفي رساله حب الفتاه النصرانيه، وفي من شوه المسيح. يعني في المجال كده، في بعضها طبع وبعضها لم يطبع. ربنا يتقبل منك يا شيخ. امين. طيب شيخنا الفاضل، عايزين نعرف قصه كاميليا من بدايتها. قصه كاميليا باختصار ان يوم الثلاث 20/7 تحديد بعد صلاه الظهر مباشره يوم الثلاث، اتصل بي حد من امن الدوله في المنيا يسألني عن كاميليا شحاتة. فأنا يعني ما كنتش فاضي وما كانش عندي فكرة عن الموضوع، فقلت له ما أعرفهاش وكده. بس لو قال لي طيب لو 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 جت عندك، وهي في الغالب هتيجي يعني، أبقى كلمنا. فقلت له خلاص. قال لي وعد، قلت له وعد خلاص. بعديها اتصل حد أعلى منه. من الفرع برضه. يعني فرع أمن الدولة. فرع أمن الدولة في المنيا، وهم أنا معروف عندهم وهم عارفيني وأنا أعرفهم وكده. فقال لي عم الشيخ في بنت اسمها كاميليا شحاتة زاخر 25 سنة من دير مواس كده، اختفت، جات عندك ولا حاجة؟ فقلت له لا. قال لي ولا حد من أصحابك حد كده تعرف؟ قلت له لا. فقال لي طب هي في الغالب محتمل تجي لك. قلت له ايه الحكاية؟ أنا لسه الباشا قبل منك مكلمني، فايه الموضوع؟ فقال لي ده البنت تحرياتنا. وسألته عن ليه احتمال تجي لك، يعني ليه حضرتك احتملت انها تجي لك؟ فقال لي احنا من خلال تحرياتنا يعني ان هي ليها ميول للاسلام، من تحقيق مع المدرسين اللي معاها وكده، ان هي ليها ميول اشهار اسلام. فانت مهتم بالقصه دي، ففي الغالب هتجي لك. فقلت له ان شاء الله هي لو جات يعني تحريات امن الدوله الاوليه اثبتت ان كاميليا من خلال التحقيق مع زمايلها ان ليها ميول للاسلام، وان هي بتبحث عن حد يساعدها في اشهار اسلام. قال لي ففي الغالب حد هتجي لك. قلت له خلاص وعد، لو جات لي انا لسه اقول لك باللفظ كده. قلت له انا الباشا لسه طالب، لسه مكلمني فيها، ودي اول خدمه يطلبها مني وانا مش هقصر يعني وكده. فقال لي خدمتي يا عم، ده شغل، عرفت. فقلت له ماشي مفيش مشكله. يعني فأنا في متابعه برضه، معلش، في متابعه من الامن لحالات الناس اللي بيدخلوا الاسلام او بيبحثوا عن الاسلام طبعا، عشان يتاكدوا من مصداقيه هذه الحاله. نعم. هل واحده مخطوفه؟ نعم. واحده مجبره؟ نعم. واحده نعم. والكلام معاهم يعني الناس حتى دارسه وكويسه يعني، ومتخصصه في الموضوع ده ودارسه. نعم. في جهاز الامن نفسه. نعم. يعني يعني وحافظين صوره الممتحنه. نعم. وعارفين انه لازم من الامتحان. صحيح، عرفت، لازم الامتحان، واحنا كمسلمين مطالبين بالامتحان. معلش نفهم الناس ايه الامتحان، يعني ايه فكره الامتحان؟ يعني بالنسبه للامتحان ان لو حد جه احنا نختبره. نعم. ونشوفه جاي عايز ايه. نعم. وجاي عايز يسلم ولا لا، فامتحنوهن، الله اعلم بايمانهن. نعم. عرفت.
فان علمتموهن ايه مؤمنات فبالنسبه يعني لنا كل واحد يجي تقول انا عايز استسلم بنقبل لابد من الامتحان لازم الامتحان حضرتك مقصد شرعي وقال لا ولازم من تبيين المسائل ليها كويس جدا زي في كل الحالات في حاله اختنا كمان خلاص انا بقى لما لفتوا نظري الكلام ده من 12 دور فكلموني والساعه 1 كلموني عرفت فرحت معايا التليفون بتاعي بدخل بيه النت رحت داخل النت ورحت كاتب اختفاء كاملي حد فلقيت بقى طلع لي حاجات كتيره قوي يعني اختفاء زوجة كاهن بالمنيا مش عارف ايه الكلام من ده انا التبس عليها في القراءه ان عندها ولدين ان هي لها ولدين وكلام من ده دل الحاجه اللي التبس لان قريت مستعجل كده وبعدين شفت بقى صوره تظاهرات ومواقع جايبه صور بقى تظاهرات وبتاع يعني الدنيا مقلوبه قوي يعني لكن انا ما خلاص الموضوع يعني بعيد عني انا ما اهتمتش بيه كان عندي مشاكل في شغلي يعني المهم بعد صلاة العشاء تقريبا لقيت وانا مروح على بيتي في العربية لقيت التليفون حد اعرفه يعني بيتصل والمتكلم على الطرف الثاني صوت بنت السلام عليكم عم ابو يحيى عليكم السلام ورحمة الله مين قالت لي انا كماليا قلت لها كمالية شحاتة زاخر زوجة الكلام اللي انا حفظته كان انتشر بقى الكلام على النت على النت انا ذاكرته بقى يعني قريت في الفترة دي يعني وكده فقالت لي ايه عرفت منين عرفت منين قلت لها انا عرفت فقالت لي طيب انا عايز اسلم ويعني حد اداني رقمك وقال لي ان الاخ ابو يحيى هيساعدك في الموضوع ده يعني يمشيك بالطرق القانونيه او كده يعني فانا عايز اشهر اسلامي انا مسلمه اصلا انا مسلمه من فتره بس انا عايز اوثق اشهار عايز اشهر عايز يعني اشهر يعني وغير ورقي بقى واخلص اخلص من التمثيليه الكذابه اللي انا عايشها يعني دلوقتي كاميليا شحاتها جات لحضرتك وهي مسلمه اصلا منذ فتره ولكنها تريد توثيق هذا الاشهار تمام رسميا تمام يعني الاخت جايه مش جايه بتسال على الاسلام مش جايه بتبحث دي اخذت القرار منذ فتره وجايه لتوثيق هذا القرار سالتها انت فين؟ قالت لي انا في نواحي قريتنا كده في قريه ناحيه دير بواس كده فطيب كان الكلام ده حوالي الساعه 11 بالليل او كده يعني كانت تلاتة. موجوده في دير مواس والمظاهرات شغاله كانت موجوده الاخت في دير لما كنت حضرتك كانت موجوده في قريه قريبه من دير مواس والمظاهرات شغاله كانت على علم بالمظاهرات وكانت على علم فقلت لها طيب انت لابسه ايه قالت لي انا لابسه الاسدال والنقاب الله اكبر وجايه مين معاك معاها راجل كبير كده فطب معاكوا عربيه ولا هتيجي ازاي ولا هتعملي ايه قالت هنركب مواصلات فركبوا ميكروباص وقول لي طيب العنوان انا عنواني كذا كذا فقالت لي ماشي ان شاء الله قلت لها طيب لما تقربوا رن علي علشان انزل اختك وقابلك ماشي وانا في الوقت ده حاولت الايه صليت العشاء ما كنت صليت وصليت استخاره ان اتدخل في موضوعها ولا لا وان ابلغ من الدوله ولا لا زي ما عدتهم فصليت ولقيت نفسي منشرح وبعدين اتصلت بالامن الراجل كان في عربيه والصوت مشوشر قوي قوي يعني بجد يعني واضح ان ركب عربيه قالوا مين كده فقلت له يا باشا انا مفتاح ابو يحيى اكلمك بخصوص كاميليا بتاع هو مش سامع حاجه خالص فقال لي طيب انزل على الارض واكلمك قلت له يا باشا من ما تنزل على الارض كلمني فقال لي ماشي المهم انا كنت مرهق جدا وتعبان جدا عرفت في الشغل يعني وعارف ان كاميليا هتوصل على الساعه 6 الصبح فعايز اقوم بقى علشان هنزل افتح لها واجيبها وكده المهم نمت وفصل تليفون الله اعلم الباشا اتصل ما اتصلش انا ما اعرفش بقى هو اتصل لا لان التليفون فصل يعني بعديها قمت اصلي الفجر فلقيت تليفوني فاصل قمت بسرعه وصلت التليفون على الشاحن كده خشيت ان يكون البنت في الطريق حصل لها مكروه حاولت تتصل تستنجد بتاع ما اعرفش يعني المهم مش صلينا الفجر وقعدت منتظر الساعه 6 وصلوا عندي وصلت عندي كاميليا لابسه الزي الاسلامي النقاب والاسدال ولباس شرعي جميل نزلت حتى لما نزلت كلمتها ما مدتش ايدها تصافح ولا كده يعني خلق الاسلام يعني عارفه ان لا مصافحه الاسلام وحتى لما هي اتكعبلت وهي طالعه على العتبة عندي علشان ممكن يكون الاسدال واسع شويه ولا حاجه فحتى ما لما جيت انا مد بسم الله بسم الله فما رضيتش تدي ايدها هي اتشكأت وقامت والله على ما كل شيء ما شاء الله المهم طلعت عندي قعدنا من الساعه 6 كنت انا برضو قريت في النت بقى الكلام اللي قايلينه اللي هو كلام القس ايمن ده اللي هو جوزها اللي هو تداوس تدراوس تداوس عرفت تداوس من اتباع المسيح من العشره من ال 12 المهم انه
انه في بعض الناس قالوا ان في خلافات ماليه، بعض المواقع كده قالت ان في خلافات ماليه بينها وبين جوزها وبتاع والكلام ده. فاول ما قعدت جهزنا افطار، بنفطر سالتها صليت ولا لا، قالت لي هي اول ما قعدت على طول قالت لي طب ممكن حمام عشان انا ما صليتش. ما شاء الله كان لسه يعني الشمس بين الطلوع وال... يعني احنا بنتكلم عن واحده مسلمه، يعني مسلمه محافظه على الصلاه، تدري الاحكام الشرعيه، لا تصافح الرجال، تلتزم بالزي الشرع الاسلامي، يعني واحده متخذه القرار ومتعايشه مع الاسلام لفتره بحيث ان سلوكياتها تهذبت على الاسلام. نعم. فقالت لي انا ما صليتش الحق الصبح قبل الشمس ما تطلع. نعم. فدخلت توضت وصلت ورجعت، فقلت لها طيب، قلت لها على فكره انا كنت سمعت لما بدانا نناقش الامتحان بقى بتاعك. نعم. فقلت لها على فكره انا كنت قريت انه بعض المواقع بتقول ان في خلافات ماليه. فاحنا بدايه الكلام يا كاميليا، اذا كان يا بنتي في خلافات ماليه او حاجه زي كده، انا اتحمل الخلافات دي وانا اتحمل الجانب المالي ده ونرجعك لجوزك سلمى غنم ما فيش حاجه. اذا كان في بين انا والله على ما كل شهيد، وتطلع كاميليا تكاتب. الله اكبر. عرفت يطلع حد يكتب وعندي اتنين شهود عليه. يعني مش زي ما بنصوره ان بمجرد ما بتيجي واحده. لا 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 انا لسه هكلم حضرتك في بقيه الحاجات الامتحان. لا بس المخ زي لا 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 حضرتك اغاثم كان بيقول او الناس خالص في امتحان وفي تثبت، وحتى لا لو هي تلزق يعني حضرتك لو واحده جايه احنا مش حاجه يعني مش مصيف يعني هتيجي تصيف عندنا وتمشي يعني. لا هي يعني الاسلام امرنا ان احنا لو لقيناهم مؤمنات عرفت خلاص نقبل. لا ترجو عرفت اللي حصل. ف يا بنتي سمعت انا ان في خلافات ماليه، فهي ابتسمت ابتسامه لطيفه كده قالت الخلافات ماليه هم اتكلموا في دي؟ قالت طب انا بعد ما تخلص حضرتك كلامك، وهي حقيقيه ما شاء الله الحياه يعني كتله حياه ما شاء الله عرفتها، وبالله يعني النور يشع منها يعني الله. وانا يعني بذكر المستمعين بحديث صلى الله عليه وسلم ان لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياه، يعني هذا الحياه الجامع الشديد لا ياتي الا من قلب فيه عامل بالايمان وعامل بالاسلام وفيه خير. فقالت لما قال طب لما حضرتك ان شاء الله تخلص كلامك انا هناقشك يعني، طب ايه تاني؟ قلت لها طيب المساله الماليه، قالت لي هكلمك، طب ايه تاني بقى؟ فقلت لها طيب لو كان في خلاف، كنت انا في المواقع جبت المواقع على التليفون وطلعت صوره جوزها ده، فقلت لها التهريج كده علشان ازيل يعني الوحشه اللي هي داخله بيها لسه، يا دوبك انا مش يعني ما كملتش نص ساعه شايف. فقلت لها بس ده واد حليوه ومسمسم وزي القمر، حد يسيب ده يا كاميليا؟ عرفت حد يسيب القمر ده كده ويجي؟ قالت لي الله لا يبليك بيه. عرفت الله لا يبليك بيه. قالت لي الله لا يبليك بيه. عرفت فقلت لحد يسيب القمر ده وبتاع، انت على خلاف معايا يعني متضايقه منه بتاع الكلام من ده؟ قالت لي يعني بحقيقه كده يعني افهم انه يعني يعني هي عايزه تسمع انا كلامي ايه ثم تعقب هي. نعم نعم. فقالت لي في اسئله ثانيه وكلام ثاني، فقلت طيب انت لو كنت عايزه بنتي على علاقه يعني علاقتك يعني فيها يشوبها شيء بينك وبينها وكده، فانت ممكن تقلبي كاثوليك. ممكن تقلبي كاثوليك يعني تروحي مله ثاني وتفضلي في كنيستك وديانتك اذا كنت على اعتقاد. عرفت وانت بالتالي هتفرقي مني. وقلت لها برضه ابتسامه انت عارفه ليه؟ يعني ليه انت لو قلبت كاثوليك هتتفرق منه؟ لان دول بيكفروا دول ودول بيكفروا دول ودول بيكفروا دول. الكاثوليك والكاثوليك بيكفروا البروتستانت والبروتستانت بيكفروا الكاثوليك. ولا يحلوا الزواج من بعضهم. طبعا طبعا لانه كفر يعني هيتجوزوا كافر. صحيح صحيح. واللغز اللي انا كنت اتكلمت مع احد الاباء فيه زمان، قلت له يعني ما حللتموه على الارض محلول في السماء، وما ربطتموه على الارض مربوط في السماء، كفرتوه على الارض كفر في السماء، فدول بيكفروا دول ودول بيكفروا دول، فده كافر في السماء وده كافر في السماء وده كافر في السماء. فمين والله كده الاخ لسه من عندنا من قريه جنبنا وموجود يعني، فحليته الاشكاليه دي؟ قال لا لسه. فهو يعني تروح الكاثوليك هتبقى كافر. نعم. عرفت وهم الكاثوليك هيقولوا عليه هو كافر، هيتفرق منك. فانت يا بنتي ممكن تقلبي بروستانت تقلبي